الظاهر هذا الفيلم الجزء الثالث. وش تقول انت يا اخوي؟ اقول الفيلم هذا الجزء الثالث مرعب. لا يا شيخ لا يكون ما احنا بجالسين معك واحنا هنا جالسين ترى معك احنا جالسين قاعدين نشوف بعد صح؟ صح الا اركض في ديدك يا اخوي واسمه سكريم بعد شباب ممكننا مو هناك وصرنا هنا ها كننا مو هناك وصرنا هنا الا الظاهر نفس التفكير مدري جابني خوي الوحش عزمني وعزمكم مجنون انت في احد معه وحش في الحفله مش خلينا نحاس يا اخوي لا يكثر يا عيال ايش السالفه ترى حفله كل سديت يلا يا عيال يلا Thank you.
أنا أقول لكم خلونا نطلع من ذي الجهة. وش أنت قلت؟ أنا مو طالع إذا الشيء موجود يا أخوي، ما يبغى يتقين كل شوي لو حقنا كل مكان نلاقيه. طيب عندي حل، وش رأيكم نجلس في مكاننا وناكل في الشارع؟ ماشي يا أخوي. ما عدني بشايف فيلم رعب مرة بحياتي يا أخوي. الحمد لله يا رب، من جد الحمد لله يا رب. حنا الشباب المتفائل بيدو انجيال. We're gonna make it.